تحية عدلي، السلام عليكم. اجلسوا يا اخوان كلهم اجلسوا. بسم الله، اشتغلت. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بارك الله في هذه الهمة الطيبة وهذه الجموع التي أتت من أجل أن تحيي هذه الليلة المباركة، ليلة 29 من شهر رمضان إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصيب وإياكم ليلة القدر إن شاء الله. إخوة الإيمان، هذه الليلة إن شاء الله فيها ختم القرآن الكريم، وفيها دعاء ختم القرآن الكريم بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى المبارك. نقول لكم، هذه الجموع الطيبة التي أتت إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، فرب رمضان هو رب الشهور كلها، فلذلك فلتستمر هذا الزحف إلى المسجد الأقصى لنحافظ على إسلاميته، ونحافظ على عروبته، ونحافظ عليه. فالله سبحانه وتعالى اختاركم لأن تحيون ليالي رمضان، واختاركم من بين العالم أن تكونوا ممن تشدون الرحال إلى المسجد الأقصى، فبشدنا الرحال إلى المسجد الأقصى في رمضان وما بعد رمضان، نحرص على قدومنا دائما إلى المسجد الأقصى ما بعد رمضان. لا نريد أن يكون الصفوف 4 أو 5 فقط، بل نريد أن يكون المسجد ممتلئا بهذه الوجوه النيرة وهذه الهمم العالية، لنحافظ على مسجدنا إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصيتكم المسجد الأقصى، وصيتكم المسجد الأقصى، وصيتكم المسجد الأقصى، لتبقوا تغدو وتروحون إليه وتقيمون الصلاة فيه وتذكروا الله سبحانه وتعالى فيه وتؤدوا الصلوات وتتلو القرآن فيه إن شاء الله. اللهم اجعلنا وإياكم من عمار المسجد الأقصى. اللهم كما شهدتنا هنا في هذه الصلاة، فاكتبها يا رب لنا أيضا أن نرى هذه الوجوه النيرة في يوم القيامة يا رب العالمين في جنات النعيم، وندخل الجنة النعيم في رحمة الله. اللهم يا رب العالمين، إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. وبارك الله فيكم في هذه الجمعة الطيبة. إخوة الإيمان، بعد الصلاة إن شاء الله السدنة سيقومون بتنظيف المسجد. الرجاء من الجميع إخلاء المسجد، ومن ثم العودة إلى صلاة قيام الليل. بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا
صفوفكم تراصوا وتقاربوا اعتدلوا وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلاة التراويح أثابنا وأثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام